هي صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس، تاريخ فني مشرف ومسيرة كبيرة جدا من العمل الفني المحترم، رموز، هي واحدة من رموز القوة الناعمة في مصر. إسعاد مصر، إسعاد مصر زي ما أطلق عليها الزعيم عادل إمام، محطات فنية وغنية بالإبداع. نتعرف عليها دلوقتي مع ضيفنا اللي معانا على الهواء الأستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني، بنقول له صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ محمد. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد، وصباح الخير يا أستاذة بسنت، وكل سنة وحضراتكم بخير وكل السادة المشاهدين. حضرتك طيب. إسعاد مصر زي ما قال عليها الفنان عادل إمام، احنا مش عارفين نبتدي منين، محطات في الإذاعة والراديو والعمل الإعلامي، المسرح، الدراما، السينما، شايف اللقب ده إزاي ورحلة إسعاد يونس مع الفن ومع الكلمة؟ طبعا هي الفنانة الكبيرة والإعلامية العظيمة إسعاد يونس هي حالة استثنائية وحالة فريدة من نوعها في مجال الإعلام ومجال الفن، وهي فنانة بتشع طاقة، طاقة إيجابية لكل اللي يعرفها، لكل اللي حواليها. وهي بالفعل حالة استثنائية لأنها أجادت في كل مجال خاضته، في الإعلام، في التأليف، في الكتابة، في الإنتاج، في التمثيل، في التقديم الإذاعي والتقديم التلفزيوني. هي فعلا حالة استثنائية فريدة من نوعها، ومش بس هي ممثلة كوميدية، ده كمان ممثلة أفلام تراجيدي وإدرامية من الدرجة الأولى. يعني هنشوف إسعاد يونس متنوعة في كل شيء ومتفوقة في كل شيء، فهي بالفعل إسعاد مصر زي ما قال الزعيم عادل إمام، أطلق عليها هذا اللقب، وهذا لقب أطلقه مش من فراغ، لأن لو حضرتك تشوف يا أستاذ محمد برنامجها صاحبة السعادة هتلاقي فيها فعلا في كمية بهجة كبيرة جدا، وفي هذا البرنامج في حلقات هذا البرنامج اللي فعلا بيعد من أشهر وأهم البرامج في التلفزيون العربي. طيب أنا عايزة أتكلم عن ظاهرة صاحبة السعادة بوجه خاص، لأنه أنا شايفة أنه دي ظاهرة مختلفة. أنا شايفة النهاردة إنه في أريحية كبيرة قوي بتبقى من الضيف وهو قاعد بيتكلم مع إسعاد يونس، ده بسبب بساطتها في الكلام وسرد الحديث، يعني أنا بفضل أتعلم منها كل مرة بتفرج عليها، فعايزة أعرف سر ده إيه؟ إيه السر اللي هي بتعمله بتخلي الضيف قاعد معاها بيحكي ومبسوط وبيتكلم عن نفسه وفي بهجة كده بتاخد الحوار لمنطقة بتخلي دايما في بهجة بتخليك طالع من الحلقة مبسوط كمتفرج حتى؟ لأن هي دايما عندها مبدأ جميل قوي، إنها بتتكلم مع الضيف بأريحية كبيرة قوي، وبتبعد كل البعد عن مناطق معينة ممكن تجرح الضيف أو تضايق الضيف. لا، هي محتاجة إن البرنامج يكون برنامج خفيف وجميل وفي نفس الوقت يسعد الناس، يسعد الضيف الأول ويسعد الناس اللي بتتفرج. ما هيش من النوع اللي لازم أسئلة دسمة وأسئلة حرجة محرجة وأسئلة فيها ممكن الضيف يتضايق. يمكن كمان معرفتها بالضيوف بشكل شخصي بيخلي فيه أريحية كأنهم بيتكلموا مع حد من العيلة، يعني ممكن ده كمان؟ بالضبط، لأن طبعا كل اللي بتستضيفه الفنانة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس بتستضيف طبعا، لأن هي يعني هي طبعا في محيط علاقاتها كل الناس سواء كان في الوسط او خارج الوسط كلهم بيحبوا إسعاد يونس ويعرفوها كمان، وكل واحد بيبقى متشرف ان هو قاعد جنب قامه كبيره جدا زي إسعاد يونس. وهتلاقيها يا استاذه بسنت ست خفيفه جدا وبسيطه صحيح. جدا ولا في والقعده معاها بتبقى في منتهى اللذاذه والجمال والخفه. صحيح، وده كمان يعني طبيعه شخصيتها استاذ محمد، وده اللي خلى الناس تصدقها وتخش قلوب وعقول المشاهدين. لما نرجع مره ثانيه يعني مسيرتها الفنيه والدراميه، في اعمال ذاكره المصريين عمرها ما تنساها ابدا للفنانه الكبيره اسعاد يونس، بكيزه وزغلول، الدويتو العظيم جدا اللي ما يتنسيش مع الفنانه سهير البابلي، في المسرح الدخول بالملابس الرسميه، اعمال كتيره جدا كلنا بنفتكرها وكلنا بنحبها حتى الان. هي صاحبه اداء السهل الممتنع، كناقد فني بعين الناقد الفني والصحفي، شايف أدائها الفني إزاي؟ وإزاي عرفت تعمل المعادلة دي إنها تقدم فن راقي جدا وتوصل بشكل مباشر لقلوب الناس؟ زي ما حضرتك قلت، بالنسبة للثنائي الجميل المبهج بينها وبين السيدة سهير البابلي في بكيزة وزغلول، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن هذا الثنائي الفني هو الثنائي الفني الوحيد في تاريخ الفن اللي بيجمع بين
فنانتين كوميديتين كأبطال كبطلتين، وعملوا مع بعض أكثر من عمل، يعني بكيزة وزغلول وليلة القبض على بكيزة وزغلول في فيلم سينمائي، ومسرحية نص أنا ونص أنتي، إلى جانب قبل كده مسرحية الدخول بالملابس الرسمية وفيلم تلفزيوني استقالة عالم الذرة. يعني هذه الأعمال الفنية الجمهور حبهم قوي، وكان نفسي كان الجمهور نفسه يستمر أو تستمر هذه الثنائية المبهجة العظيمة اللي فعلا تعد الاستثنائية، إلى جانب إنها فنانة قدمت أعمال فنية بعيدة للكوميديا. يعني هي كانت القاسم المشترك في أفلام سمير غانم وسعيد صالح ويونس شلبي وعادل إمام طبعا، وعادل إمام وطبعا عادل إمام ده حكاية كبيرة جدا، لأن هي بدأت معاه في فيلم غاوي مشاكل. الفيلم ده وده اللي احنا عايزين نقف عنده، يعني بتعمل ثنائيات كتير وافلام كتير، يعني شفناها فعلا زي ما حضرتك قلت مع سهير البابلي، الزعيم عادل امام، الراحل سمير غانم، سبب استمرارها مع طبعا الفنانين الكبار دول في اكتر من عمل، ايه هو الكيمياء اللي بينها وبينهم؟ هي طبعا سعاد يونس بيتولد كيمياء بينها وبين اي حد بتتعامل معه، خاصه ان هي مع الكوميديانات هي اساسا كوميديه، فلما مع الكوميديانات اللي قول سمير غانم ويونس شلبي وسعيد صالح، فطبعا دي بتعمل حاله كبيره قوي، حاله عظيمه ومبهجه. ومع الزعيم عادل امام لما كان في بدايتها سنه 1980 في فيلم غاوي مشاكل، وكانت البطوله النسائيه كانت للنجمه نوره، وكان هي لسه كان هي دور ثاني، فعادل امام زي ما قالت النجمه الكبيره الاستاذه اسعاد يونس، قالت ان فعلا وعدها ان الفيلم الجاي هتكون هي البطله. وقد كان فيلم شعبان تحت الستر، صحيح ده كان اول بطوله بينها وبين النجم الزعيم الكبير الاستاذ عادل امام. ومن هذا المنطلق اصبح اسم اسعاد يونس في سماء الفن كنجمه كبيره ليها شان عظيم. عملت مع عادل امام شعبان تحت الستر وامهات المنفى والمتسول والابوكاتو الأدوار اللي حتى آخر أفلامه فيلم زهايمر وفيلم عمارة يعقوبيات، يعني أعمال كتيرة جدا كلنا كمان حبيناها وحققت كمان نجاح كبير جدا في الحياة الفنية المصرية. حابب أتكلم مع حضرتك على جانب مهم جدا من جوانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، نموذج الفنان المثقف، هي بتقدم هذا النموذج بشكل جميل جدا، إلى جانب أنها مقدمة برامج ويعني ممثلة وفنانة وكمان منتجة، هي كمان كاتبة ومؤلفة وبتهتم جدا بالجانب الثقافي. الجانب ده أهميته إيه في تشكيل شخصية الفنان؟ بالضبط احنا بنشوف اسعاد يونس بتتكلم، ولما لما لما يكون معها اي ضيوف حضرتك لو تلاحظ يا استاذ محمد هتلاقي بتتكلم بمنتهى الثقافه، الثقافه العاليه جدا والواسعه جدا مع كل ضيف بتناسب عقليته. يعني مع استاذ الجامعه تلاقيها بتتكلم فعلا بمنتهى الثقافه والوعي والادراك، حتى في كتابتها كمان، يعني هي ليها كتب كمان وكتابتها سواء في الاعداد البرامج او حتى المؤلفات اللي كتبتها. بالضبط حتى مع الناس البسيطه العاديه تلاقيها تتكلم كما لو كانت واحده منهم، يعني هي تستطيع انها فعلا تتعامل مع كل فئات المجتمع بمنتهى الثقافه والوعي، وبتدرك لغه كل شريحه من شرائح المجتمع بمنتهى البراعه والاتقان، الى جانب زي ما حضرتك قلت انها ككاتبه ومؤلفه وكمان يعني منتجه، طبعا منتجه مهمه جدا، وكاتبة مقالات طبعا، مقالات وسيناريو، هي عملت سيناريو فيلم اسمه المجنونه سنه 85 وكانت البطله مع النجم الكبير استاذ محمود عبد العزيز، وكان فيلم درامي يعني بعيد عن الكوميدي، وقدمت افلام كمان دراميه مختلفه زي امهات المنفى وبوابه ابليس والمجنونه، ويعني ادوار كثيره حتى في التلفزيون لها اعمال افلام تلفزيونيه تعد ايقونات الافلام التلفزيونيه زي محاكمه علي بابا وفوزيه البرجوازيه والمجنون. يعني سعاد يونس اسم كده، اسم من ذهب في كل المجالات الفنيه اللي خاضتها، نجحت باقتدار ودخلت قلوب الناس كلها في كل عمل بتقدمه، لانها كان هي منتهى البساطه، هي عندها نموذج بسيط قوي وجميل ومبهج. احنا شايفين دلوقتي كمان حبيتها. يمكن صورة مع الراحلة سندريلا طبعا سعاد حسني، فعلاقة إسعاد يونس بسعاد حسني كانت عاملة ازاي؟ ده في مهرجان في الكويت سنة 1984، وكانت هي طبعا هي مع سندريلا سعاد حسني، وكانت هي من الحاجات الجميلة اللي سعاد حسني كانت بتحب تشوف إسعاد يونس، لأن
لان اسعاد يونس ده يعني بتشع بهجه في كل مكان في كل مكان، وكانت دايما بتحب تشوف إن تتكلم معهم وتتكلم عن تاريخهم الفني ومشوارهم الفني بشكل جميل جدا وبشكل بسيط بدون ما تدخل في التفاصيل ممكن هم ما بيحبوهاش. فعشان كده تلاقيها دايما مع كل نجم ونجمه كبير، وهي نجمه كبيره يعني عملاقه، لان بدات كمان مع مجموعه كبيره من النجوم الكبار. يعني قبل ما تبدا بمسلسل ميزو سنه 73، ان هذا المسلسل بيعد البدايه الحقيقيه للنجمه اسعاد يونس. قدمت ادوار بسيطه في افلام زي مع هند رستم، زي انا وبنت والحب، مع رشدي اباظه في خائفه من شيء ما. يعني وقفت قدام العمالقه وقدرت تثبت وجودها حتى وهي لسه بنت صغيره لسه بتبدا خطواتها الاولى. طبعا كان علاقتها علاقه طيبه وعلاقه فيها محبه مع كل نجوم الفن، ابتداء من طبعا الزعيم عادل امام، مرورا طبعا باسماء كبيره جدا في حياتنا الفنيه. دلوقتي هنشوف شايفين صوره معانا على الهوا مع الفنان الراحل الكبير احمد زكي. كان في علاقه خاصه جدا بتجمع اسعاد يونس باحمد زكي. انا بشوف ان النجم احمد زكي رحمه الله عليه هو كان راجل يعني كل الناس كانت بتحبه، وكل الناس كانت بتحب قوي تتعامل معاه حتى على المستوى الشخصي. وده ينطبق ايضا على النجمه الكبيره الاستاذ اسعاد يونس. واللي احنا شايفينه ده من فيلم ابو الذهب، هي عملت معاه فيلم ابو الذهب، وهي كان بتتمنى ان يكون في مسيرتها ولو مشهد واحد بينها وبين الفنان الكبير احمد زكي، وحصل من خلال فيلم ابو الذهب ومن خلال دورها اللي انا بشوفه الاهم مع النجم احمد زكي في فيلم ايام السادات، اللي قامت بدور الاعلاميه الكبيره الاستاذه همت مصطفى، وهي بتحاور الرئيس شخصيه الرئيس السادات في الممثله في النجم الكبير احمد زكي. وطبعا كان يعني مشهد واحد قدر يتعلم مع الناس في مشهد واحد، ودي يعني مقدره كبيره جدا لا يستطيع ان يقوم بها الا فنان متمكن وفنان واعي ويمتلك ادوات كبيره جدا امام الجمهور. خاصه ان المشهد ده في فيلم عظيم وعبقري زي فيلم ايام السادات، ومع ممثل عبقري واستثنائي زي احمد زكي، لكن قدرت انها تثبت وجودها، تثبت حضورها ولو بمشهد واحد في فيلم عظيم زي فيلم ايام السادات. ويعني وإسعاد يونس بالنسبة لأحمد زكي يعني كانت العلاقة حميمية إلى حد كبير، خاصة في الفترة الأخيرة من حياته، وشفنا كتير قوي من الكلام عنه، وهي بتتكلم عنه كانت بتتكلم عنه بحب وبمنتهى الصدق والإيمان بموهبته وبعبقريته الفنية وبشخصيته الإنسانية المختلفة. خلينا نقف كمان عند محطة، وهي محطة مهمة جدا في حياة طبعا صاحبة السعادة والراحل سمير غانم. علاقتهم ببعض كانت عاملة ازاي، وسبب استمرار الثنائيات ما بينهم كانت سببها ايه؟ الناس بتحب تشوفهم مع بعض جدا يا استاذة بسم. يعني اي جمهور صغير او كبير يحبوا يشوفوا سمير غانم وسعاد يونس. يعني شايفين حتى المشهد الاخير ده كان مشهد ضيف شرف سمير غانم في اخر مشهد في مسلسل بكيزه ودغلوش. الى جانب ان بدايتها يعني معظم افلامها السينمائيه العظيمه المبهجه مع سمير غانم. هنلاقي اعمال اكثر من 15 فيلم قدموه مع بعض في السينما. الى جانب المسرح، يعني مش هننسى ابدا مسرحيه جحا يحكم المدينه، ضمن المسرحيات العظيمه جدا والجميله جدا وتاليف الاستاذ الكبير وحيد حامد. يعني على المسرح في السينما وفي الدراما، يعني عملوا بدايتها كانت ميزو مع سمير غانم، وسمير غانم اللي اقنعها بهذا الدور. يعني دور لغايه دلوقتي معلم، يعني المسلسل من سنه 77 الى وقتنا هذا بيعرض وبينال استحسان واعجاب اجيال صغيره واجيال مختلفه بيشوفوا مسلسل كميه البهجه. صحيح. كميه البهجه وكميه الضحك وحاجه يعني مهما اتفرجنا عليه مره ورا مره ما بنزهقش منه، لان فعلا المسلسل بيشعر في البهجه، ولان الكيمياء الجميله اللي بين سمير غانم واسعاد يونس عظيمه جدا. حتى لو تشوف حضرتك مع في برنامج صاحبه السعاده في حلقه جميله قوي بينها وبين سمير غانم. صحيح. الله يرحمه. الحلقه دي عمرها ما فشلت انها تضحكنا مهما اتفرجنا عليها اكتر من مره. حلقه بعتبرها انها حلقه تاريخيه واستثنائيه في حلقات برنامج صاحبات السعاده. بينها وبين سمير غانم كميه ضحك، كميه بهجه، يعني انا ما شفتش حلقه في بهجه وجمال وعظمه زي الحلقه دي.
هي دايما كمان بتدير حواراتها بالحب مع ضيوفها جميعا. لما نرجع مره تانية استاذ محمد، الدراما التلفزيونيه والمسلسلات دايما بنروح على طول لبكيزه وزغلول، ودور زغلول طبعا اللي كلنا بنحبه، لكن الى جانب بكيزه وزغلول المسلسل الاشهر اللي قدمته اسعاد يونس، في مسلسلات كمان مهمه جدا قدمتها زي مسلسل يا رجال العالم اتحدوا ودور عصمت في المسلسل ده، وكمان بير سبعه، يعني في ادوار اخرى لا تقل اهميه وشهره كمان عن بكيزه وزغلول. بالنسبه للدراما انا بشوف ان اسعاد يونس زي ما قلت لحضرتك قبل كده هي تفوقت في كل مجال دخلته. في كل مجال، دراما، سينما، مسرح، اذاعه، وحتى في كممثله في كل الادوار. يعني هي من خلال العمل الدرامي هلاقي بكيزه وزغلول، ميزو، بكيزه وزغلول، يا رجال العالم اتحدوا، ومسلسلها الجميل جدا السقوط كبير سبعة، من المسلسلات العظيمه جدا اللي اتفاجئنا. يعني اولا هي مجسده كبيره قوي، ان نجمه محبوبه، نجمه محبوبه والجمهور بيحبها، تقوم بدور او ترضى انها تقوم ببطوله مسلسل الدور يكون بالشكل ده. يعني كثير من النجوم الفنانين سواء كانوا رجال او نساء بيخافوا انهم يقوموا ادوار من النوعيه دي، عشان دي مجسده او مغامره لحب الجمهور، لكن قدرت تعمله باقتدار، وقدرت الناس تحبها جدا، تحبها جدا في الشخصيه، انها قدرت تمسك الشخصيه، قدرت تقدم شخصيه، شخصيه الناس يعني شخصيه مش محبوبه وشخصيه شريره وجديده على اسعاد يونس، لكن عملتها بمنتهى البراعه، ومن الادوار فعلا الاستثنائيه واللي بتؤكد ان اسعاد يونس ممثله عظيمه وقديره، لانها تعمل كل الادوار بمنتهى البراعه والاتقان. والاعمال الدراميه، لا اعمال دراميه كتير، لها سهرات كمان تلفزيونيه كتير، ويعني يعني مش بس كوميدي، ده كل الاعمال كل اللي قدمته كمان عملت ادوار بعيد عن الكوميدي، اجتماعي ودرامي. مش عايزين ننسى كمان طبعا اسعاد يونس المنتج، عايزين نتكلم عن الجزء ده، وعايزه اتكلم كمان عن اخر يمكن عمل ليها، ان هي لسه موجوده على الساحه لغايه دلوقتي، عصابه عظيمه اللي كان موجود في موسم راس السنه اللي فات. قد ايه هي حريصه على انها تبقى متواجده، يعني ممثله ومذيعه ومنتجه ومؤلفه ما شاء الله، صحيح. يعني في كل المجالات زي ما حضرتك قلت. كلمنا سريعا عن المنتجة وعن عصابة عظيمة. طبعا زي ما قلت في البداية انها حالة استثنائية، لانها عملت كل ده بنجاح، يعني ونجحت في كل ده. هي كمنتجة هي استاذة كمان في الانتاج، لانها انتجت افلام قوية جدا، وافلام يعني انا بشوفها انها كانت في فترة من الفترات، فترة الالفية الجديدة، الألفية الجديدة، لما تعمل أفلام مهمة وأفلام مختلفة، وفي نفس الوقت ما كانتش بتبخل على الإنتاج. يعني كانت بتعمل أفلام فيها إنتاج مختلف، إنتاج ضخم، والأفلام دي بتنجح، وكان فيها نجوم الشباب، يعني استعانت بنجوم الشباب، وكان نجوم الشباب دول فعلا يمكن بيحبوها جدا، لأنها كانت سبب رئيسي في نجوميتهم. إلى جانب السينمات اللي هي يعني تابعه للسيده اسعاد يونس، في طبعا كنجمه كبيره وكمنتجه، يعني هي كواحده قدرت تعمل كل حاجه بنجاح، حتى اخر افلامها طبعا عظيمه زي ما حضرتك قلتي، من تتفرج عليه فيلم مبهج، فيلم جميل، فيلم خفيف، تحس كده ان اسعاد يونس لا دي فنانه لسه، صحيح. يعني عندها كتير لسه تقدمه كمان، جدا جدا، وجايبه وجوه جديده مديالهم فرص، صحيح. مع اسعاد يونس لما يكون في وجوه جديده وفرص مع اسعاد يونس دي بتبقى جميله جدا. جميل. احنا بنشكر حضرتك الاستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني على كل المعلومات وعلى الرحله الجميله دي في مسيره الفنانه الكبيره اسعاد يونس اللي بنحتفل النهارده بعيد ميلادها. شكرا ليك، كل سنه وحضرتك طيب. النهارده عيد ميلاد صاحبه السعاده اسعاد يونس، كل سنه وحضرتك طيبه واكثر جمالا وابداعا وتالقا.